محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني these are the months of Islam جماد الأولى جماد الأخرى رجب and شعبان رمضان 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 and شوال ذي قعدة and ذي الحجة these are the months of Islam محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني these are the months of Islam جماد الأولى جماد الأخرى رجب and شعبان رمضان 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 and شوال ذي قعدة and ذي الحجة these are the months of Islam